اوعي يا مروان اوعي، سيبني ادي شوتين انت ولا ما تجننتش. اهدي، خلينا نقعد ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ زينب فين يا مروان؟ يا زينب يا بنتي، يا زينب يا زينب بنتي فين؟ عايزاها يا ولي. ولولو عليكي من بدري يا بعيدة. اطلعي فوق يا امو، اطلعي فوق. روح شوف ابوك يمكن عايز حاجة وسيب لنا الليلة دي. اطلعي فوق، احب على يدك. مادام ما طلعش من المكتب يبقى هو عاوزنا نشوف انا الموضوع ده. روح شوف. روح شوف. لا، خليك واقف يا مروان، خليك واقف عشان تسمع وتعرف اللي ما عرفتوش وما سمعتوش، واللي عبد الحكيم كمان ما يعرفوش ولا يمكن عارفه ومطنش. اللي هو ايه؟ عبد الله مات ازاي يا جبريل؟ يا قلبي الله يرحمه ويحسن اليه. هو مش مستني دعوتك يا حبيبتي، هو مش مستني دعوتك. قولي لابنك عبد الله مات ازاي؟ ابنك اللي فاكر نفسه خايف على بنات عمه وبيحميهم، قولي له عمه مات ازاي يا جبريه؟ وانا كنت الحكيم ولا كنت الحكيم؟ ما كنتش الحكيم، كنت عزرائيل اللي بيقبض الارواح. قولي لابنك موتي عمه ازاي؟ امك هي اللي قتلت عمك يا مروان. اهدي بس، ايه اللي بتقولي؟ اهدي، الامور ما توصلش لك ده. اهدي. انت عايزه ايه تاني يا ولية؟ انت ما بتتهديش ابدا، عايزه مننا ايه تاني؟ مش كفايه خليت اخويا عبد الله يعيش بعيد عننا؟ مش كفايه ابوي ما اتغضبان عليه بسببك؟ تعالي يا ريتال، تعالي شوف امك، عايزه البيت ياكل في بعضه. امك دي هي اللي عملت لي عمل عشان توقف حالي وتجهرني على روحي. امشي يا كريمه. ماما عشان خاطري، عشان خاطري امشي دلوقتي. انت تخرسي خالص، مش بستحشك. انت خلاص بقيتي منهم، بقيتي شبههم. انت مش بنتي، انا اعتبرتك موتي. موتي. لا يا ست الستات، اللي يطلع من تحت عبايه الكبير هو اللي يموت ويدفن ومالوش عندنا عازه. بصي يا كريمه، انت بالنسبه لنا موتي وشبعتي موت من زمان، لكن البنات دول من صلبنا ومش هنسيبهم لك تبيعي وتشتري فيهم زي ما انت عايزه. تصدقي ان انت عايزه تتربي من اول وجديد؟ ايه كفايه، اطلعي برا، اطلعي برا دلوقتي وما تخطيش البيت تاني. اطلعي.